احب اعرف نفسي، انا الدكتور رشاد بشاره، رئيس اقسام جراحه العوايد الدمويه في هيئه المعاهد والمستشفيات التعليميه. انا جيت مدعو للمؤتمر ده، والحقيقه فوجئت بمستوى علمي راقي جدا ومحاضرات على درجه عاليه من الجوده، ومدعوين اجانب ومصريين على درجه عاليه جدا في الناحيه المهنيه، وهو مؤتمر ناجح الحقيقه بكل مقاييس، واحب اهني القائمين عليه. واحب اذكر برضو ان اسكندريه مدينه محببه لقلوبنا جميعا، ومركز الاوعيه الدمويه والقلم السكري اللي هو الاي بي سي ده الحقيقه علامه نجاح، ونتمنى له دائما التوفيق ومزيد من النجاح مستقبلا. شكرا.